السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا ومسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا عبر إذاعة 97 FM في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، نرحب فيكم كالعادة وإن شاء الله تكون حلقتنا حلقة مميزة بمواضيعها وضيوفها، بالإضافة لتقارير لأحداث اقتصادية ورياضية وفنية وغيرها من الأحداث اللي شهدتها دولتنا الحبيبة قطر إن شاء الله بإذن الله صباح. ولكن البداية راح تكون مع الرياضة صباح. نعم يا ناصر، نبدأ مشاهدين الكرام بالرياضة، حيث اختتمت مساء أمس السبت منافسات بطولة الشقب الدولية للفروسية بمشاركة واسعة من الفرسان من مختلف دول العالم. إذن مشاهدينا الكرام، التقرير اللي راح نشوفه الحين يسلط الضوء على هذه المنافسات اللي جرت في هذه البطولة. ها هي بطولة الشقب الدولية للفروسية تسدل الستار على نسختها الثالثة إثر 7 أيام من المنافسات، شارك فيها 233 فارسا وفارسة تنافسوا في 5 مسابقات هي قفز الحواجز، قوة التحمل، الترويض، الفولتينج أو الحركات البهلوانية على صهوة الخيل، ومسابقة الترويض لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي منافسة جديدة أضيفت للبطولة هذا العام. في منافسات الفولتينج قدم الفرسان المشاركون في هذا النوع من المسابقات الصعبة عروضا مبهرة عكست المهارة التي يمتلكونها. مسابقة الترويض كانت على موعد ليثبت خلالها الفرسان المشاركون مدى قدرتهم على التعامل مع الجياد لتقديم لوحات فنية رائعة. وشهدت مسابقة القفز عن الحواجز منافسة قوية لكونها قد ضمت نخبة من الفرسان المعروفين على مستوى العالم. وحقق فريق الشقب لقب بطولة الشقب الدولية لقوة التحمل، والتي جرت منافستها في القرية الماراثونية بسيلين، وذلك بواسطة الفارس فالح ناصر بوغنيم. وعلى هامش اليوم الأخير من البطولة نظم احتفال خاص لفرسان منتخب قطر لقفز الحواجز المتأهل إلى نهائيات دور الألعاب الأولمبية في البرازيل العام المقبل. كل التوفيق لمنتخبنا اللي فاز. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل بكم مباشرة إلى فعاليات أسبوع المرور الخليجي 31 اللي انطلق اليوم أو اللي وتقام أيضا فعالياته في درب الساعي في منطقة سيد. مشاهدينا الكرام، عدد من الجهات مشاركة مع إدارة المرور ونديب قناة الريان متواجد هناك حمد الفياض. حمد، الكلمة عندك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالخير أخوي ناصر وأخوي صباح في الاستديو، مساكم الله بالخير مشاهدينا مستمعينا الكرام. بالفعل اليوم انطلقت فعاليات أسبوع المرور 31، وهذه الفعاليات مختلفة كليا هذه السنة وتحت شعار قرارك يحدد مصيرك. نتحدث أكثر عن هذه الفعاليات وهذا الشعار، يسعدني أن أستضيف النقيب جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية بالإدارة العامة للمرور. مساك الله بالخير بمحمد. مساك الله بالنور يا مرحبا محمد. بداية بيض الله وجهكم على هذا التنظيم وهذه المشاركة، يمكن مشاهدينا بيشوفون لقطات معنا من الافتتاح الآن. ودنا في البداية نعرف مشاهدينا الشعار قرارك يحدد مصيرك. حياكم الله في مهرجان أسبوع المرور اللي تكرر السنوي، الاحتفال الخاص بجميع منتسبين من يمثل المرور في دول مجلس التعاون. دولة قطر كعادتها تحتفل مع دول مجلس التعاون بهذه المناسبة. السنة تحت بعد
اعتماد شعار قرارك يحدد مصيرك بعد اعتماده من سعادة وزراء الداخلية الخليجيين، تم تفعيله والاحتفال فيه. الشعار هادف ومباشر في مضمونه، قرارك يحدد مصيرك. القرار مهم بالنسبة لسائق المركبة أو مستخدم الطريق أو عبور المشاة. القرار قد يكون في الاستعجال، مخاذ اتخاذ القرار في الاستعجال يسبب له في حادث أو يتمثل في تأخيره، حتى التأخير لو قرار أنه يتأخر ممكن يتسبب في حادث أو الطرف الثاني يصدمه أو شيء يتسبب في هالموضوع هذا. فالقرار نعتبره مهم، نركز على الكلمة الأولى اللي هي القرار المتخذ، لأنه يترتب عليه أمور كثيرة تحدد مصير الشخص اللي اتخذ القرار. جميل، ما نشوف شوي القرار مباشر بشكل عام، وهل في فئة مستهدفة لهذا القرار؟ القرار جميع الفئات مستهدفة. جميل. الشباب، الكبار السن، الوالد، الأم. القرار طبعا حتى احنا نتكلم عن الوالد والوالدة، قرارهم بإهمال يعني بعدم الاهتمام بالابن مراحل الأولى، وطبعا العادات السيئة الموجودة من البلاي ستيشن والعاب السيارات انه تمشي معه ما يوضحون له الأمور هذه لحد ما يكبر ويقود السيارة بالرعونة اللي كان يستخدمها أثناء اللعبة. حسنت. اللعبة تختلف، اللعبة إن تختلف لأنه ما فيها ضرر، يعني الضرر في النهاية راح يطفي التلفزيون خلاص انتهى الموضوع. لكن صحيح. الآن يقود مركبة، المركبة حديد، قد تسبب في ضرر له، قد تسبب في ضرر للآخرين. فيختلف القرار من قراره في البداية كاستخدام اللعبة ووصوله اللي هنا. أيضا الفئات كلها طبعا القرار هذا يهمهم، وهم مقصودين يعني مسؤولية مباشرة، مسؤولية مباشرة لهم، ونتمنى الكل أن يفهم الشعار هذا. طيب النقيب جابر، يمكن احنا ودنا نتكلم عن الفعاليات اللي موجودة، وإيش الفعاليات المصاحبة، وش اللي يميز هذا المهرجان 31؟ الفعالية طبعا احنا أوجه بالبداية أوجه دعوة للجميع للحضور هذه الفعاليات والاستمتاع بالفعالية. طبعا احنا خذينا موقع درب الساعي طبعا لتكرار نجاحات اليوم الوطني لإخواننا السابقين اللي كان في يوم الوطني وجهودهم الجبارة، طبعا لأن احنا في النهاية نصب في مكان واحد، إثراء المجتمع القطري بما ينفعه، وفي نفس الوقت الأمور الترفيهية المصاحبة له مثل سوق واقف. احنا حرصنا أن سوق واقف يشتغل بكامل طاقته على أساس أنه يخدم المهرجان أسبوع المرور. اللي يميز أسبوع المرور هالسنة طبعا عندنا فعاليات كثيرة، منها مشاركة الشباب، حرصنا على مشاركة الشباب معنا بحضورهم نفسه. عندنا فئات مختلفة من السيارات بجميع أنواعها، عندنا دراجات النارية بمختلف فئاتها سواء الهارلي أو السيارات الكبيرة الجماعات هذول كلهم. طيب الحين أبو محمد عندنا بريك الأذان، نروح له وبعدين إن شاء الله نرجع نكمل حوارنا. مشاهدينا خلنا نروح مع بريك الأذان.